الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من سلسلة غريب القرآن. وفي حلقتنا هذه نقف على لفظة من ألفاظ كتاب الله بمعانيها الكثيرة. أعني بهذه اللفظة حدود، حدود الله. نبدأ على بركة الله في تدبر معاني هذه اللفظة، ولا تنسوا نشر هذه الحلقة لتعم الفائدة. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. مشاهدينا الكرام، لفظة حدود وردت كثيرا في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وردت غير مرة في كتاب الله عز وجل، وقد وعد الله المؤمنين إنهم أقاموا حدوده بالجنة والثواب، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وتوعد الله سبحانه وتعالى من يتعدى هذه الحدود بالعقاب وبالنار، فقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نريد أن نعرف ما معنى هذه الحدود، وما المعاني التي تدخل ضمن هذه اللفظة. نبدأ على بركة الله وننظر في كل معنى من هذه المعاني. يقال أولا في اللغة: الحد هو ماذا؟ هو الحاجب والحاجز الذي يكون بين الشيئين، يمنعهما من اختلاط أحدهما بالآخر. هذا هو ماذا؟ هذا هو الحد. وأرجو أن يكون هذا مفهوما واضحا. كما يقال مثلا: حدود البيت، هذه الحدود معناها معلوم. وكما يقال أيضا مثلا: حدود المملكة، فهذه أيضا معناها معلوم. هذا هو الحد في اللغة بكل اختصار ووضوح. أما في كتاب الله سبحانه وتعالى فالحدود يراد بها أكثر من معنى. من هذه المعاني هي ماذا؟ هي المحرمات. من هذه المعاني المحرمات. هذه المحرمات الواجب في حقها هو ألا تقرب، ألا يقترب منها الإنسان، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها. وما هي حدود الله في هذه الآية؟ ننظر في أول الآية في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ننتبه هنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فالحدود في هذا الماء في هذه الآية بمعنى المحرمات، والواجب في حقها هو ألا تقرب وألا تنتهك هذه الحرمات. كما في هذه الآية أن ماذا؟ أن ينقض الصائم صيامه، أو أن ينقض اعتكافه، كما هو في سياق الآية. أرجو أن يكون هذا واضحا. وتطلق الحدود في كتاب الله عز وجل ويراد بها ما حدده الله وما قدره، ما حدده الله وما قدره. فمثلا في سورة النساء لما ذكر الله المواريث ومقاديرها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، إلى آخر الآيات وإلى آخر الآية، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر الآية. فبعد هاتين الآيتين ماذا قال الله عز وجل؟ تلك حدود الله. واضح هذا؟ ومن يتعدى حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى آخر الآية التي سبق ذكرها. أيضا ماذا عندنا في هذا المعنى؟ في أمر الطلاق وفي أمر النكاح لما ذكر الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف فإن طلقها فلا تحل له من بعده، إلى آخر الآيات. فماذا قال الله عز وجل؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهنا الحدود
هي بمعنى ماذا؟ هي ما حده الله، ما جعله حدودا ومقادير، ما قدره الله عز وجل. فالله قدر في الميراث مثلا للبنت النصف، وقدر مثلا للزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد، وهكذا. فهنا هذه الحدود لا تتعدى، فمثلا أن ترث البنت ماذا؟ أن ترث البنت الواحدة الثلثين، أو أن ترث الزوجة النصف، أو أن ترث الثلثين، أو مثلا في أمر الطلاق أن يطلق أربعا أو خمسا أو أكثر، أو أن يخالف فيقع في الطلاق البدعي. هذا كله من تعدي حدود الله، من تجاوز هذا الحد، الحاجز الذي رسم، الذي وضع هذا الحاجز. واضح هذا؟ إذا جاوزته، مثلا أن تجعل الزوجة ترث الثلثين مثلا، فهنا ماذا؟ أنت تجاوزت هذا الحد الذي حده الله عز وجل. فماذا يقول الله؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أرجو أن نفهم هذا جيدا، وأن نربطه بالمعنى اللغوي الذي سبق في بداية الحلقة. هذا معنى الحدود الذي ورد في كتاب الله عز وجل. وأيضا جاءت الحدود في السنة، وكما هو معروف وكما هو إجماع المسلمين، جاءت الحدود، نضرب مثلا بهذا من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذه الحدود المعروفة المشهورة هي ماذا؟ هي تعريفها العقوبات المقدرة شرعا في معصية. واضح هذا؟ أو نقول العقوبة المقدرة شرعا في معصية، هذا هو الحد. مثاله ماذا؟ مثاله رجم الزاني وجلد الزاني أيضا على التفصيل، ومثاله أيضا قطع يد السارق وقتل القاتل عمدا بالشروط طبعا المذكورة والضوابط. هذا من حدود الله عز وجل، وهذه الحدود التي بمعنى ماذا؟ العقوبات المقدرة شرعا في معصية. فأرجو أن نفهم هذا، وأن نفهم ما المعنى الذي ورد في كتاب الله، وما المعنى الذي ورد في السنة، وما المعنى الذي يريده الفقهاء رحمهم الله تعالى، فنفهم هذا كله، وإن شاء الله تعالى يكون واضحا وجليا. وأختم بهذا بما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفرداته. الراغب الأصفهاني رحمه الله كعادته يبدع ويمتع، ويقول ماذا؟ حدود الله على أربعة أوجه، حدود الله على أربعة أوجه، منها ما لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان، ومنها ما يجوز فيه النقصان دون الزيادة، ومنها ما تجوز فيه الزيادة دون النقصان، ومنها ما يجوز فيه الأمران الزيادة والنقصان. وبيان ذلك فيما يلي: أولا، ما الحدود التي لا يجوز فيها لا الزيادة ولا النقصان، مثل ماذا؟ الصلوات الخمس، عدد الركعات، مثل عدد الركعات في الصلوات الخمس، فهذه لا تزاد ولا تنقص. المغرب تصلى ثلاثا، والعشاء تصلى أربعا، إلى الآخر، هي المقادير المعروفة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قسم يجوز النقصان فيه دون الزيادة، وضربوا على ذلك مثالا بالزكاة. قالوا الزكاة ماذا؟ الزكاة فرضها ربع العشر، وأحيانا في الخارج من الأرض يكون العشر أو نصف العشر. فهذا المقدار، نأخذ مثلا زكاة الذهب والفضة، هذا المقدار لا يجوز أن ينقص فيه، أن ينقص عن ربع العشر، ولكن يجوز الزيادة، وهذه الزيادة تكون نافلة وتكون صدقة تطوع. واضح هذا؟ هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث الذي يجوز فيه النقصان دون الزيادة، ضربوا على هذا
مثالا بالوضوء، فالوضوء السنة في الوضوء أن يتوضأ 3 مرات كما هو معلوم، ولكن يجوز ماذا؟ يجوز أن ينقص، يجوز أن يتوضأ مرتين مرتين أو مرة مرة، أو أن يجمع أن يتوضأ مرة، أن يغسل هذا العضو مرة وأن يغسل العضو الآخر مرتين، أو أن يغسل العضو الآخر 3 مرات. هذا فهنا النقصان هنا إلى هذا الحد يجوز، ولكن الزيادة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ 3 وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فهذا مثال على الحدود التي يجوز فيها النقصان دون الزيادة. أما القسم الأخير فهو ما يجوز فيه النقصان والزيادة. نضرب مثالا على هذا بالذكر المطلق، كان يقول ماذا؟ سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلمات إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما في الصحيح كل أحاديث صحيحة. فهنا هذه ماذا؟ هذه يجوز فيها أن تزيد ويجوز فيها أن تنقص في العدد، فمثلا يجوز أن تقولها مرة أو 3 مرات أو 10 مرات أو 100 مرة، أو يجوز أن تنقص أن تنقص عن 100 فتقولها 10 مرات أو تقولها 3 مرات. فهنا هذه يجوز فيها الزيادة والنقصان. هذا ما أفاده الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع في غريب القرآن. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا نشر هذه الحلقة، وبإذن الله تعالى ألقاكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك حدود الله أي ما حددت.